فلا يجوز أن نهنيهم بأعيادهم أبدا، لأن التهنئة بأعيادهم الدينية يعني الرضا بشعائر الكفر، وهذا خطير جدا. فإذا قال قائل: ألا يجوز أن نهنئهم مجاملة لهم كما كانوا يهنئوننا بأعيادنا؟ هم يهنئوننا بالأعياد، إذا جاء عيد رمضان عيد الأضحى يهنئونا. قلنا: لا، لا نهنئهم، لأن أعيادنا والحمد لله أعياد شرعية، وأعيادهم أعياد بدعية، لأنها إن صحت المناسبة وهو ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام فهي بدعية شرعا، لأن عيسى ما كان يحتفل بميلاده، وإن لم يصح أنها مناسبة للعيد لميلاده فهي بدعية شرعية تاريخية ليس لها أصل. إذن كيف نهنئهم بشيء ليس عيدا شرعا ولا واقعا، لأننا لا ندري هل وافق ميلاد المسيح أو لا. وإذا قيل إن هذا معلوم بالتواتر نقول: وليكن معلوما وليكن مطابقا لميلاد المسيح، لكنه عيد بدعي شرعي، إذن لا نهنئهم به. أما كونهم يهنئوننا بعيدنا فنعم، عيدنا شرعي والحمد لله، وحق لنا أن نهنأ به، أما عيدهم فليس بالشرع. طيب، أرأيتم لو هم هنؤونا بعيدهم هل يجب علينا أن نرد عليهم؟ الجواب: لا، ما نرد عليهم، لأن الرد عليهم يعني إيه؟ الموافق والرضا. فإذا جاء إنسان كافر وقال: أهناك ما شاء الله اليوم يوم 31 ديسمبر ما شاء الله عيد مبارك، هناك الله، أعاد الله عليك بالخير، ماذا أقول له؟ ما أرد عليه، أقول: يا أخي هذا ليس عيدا لنا، لكن دعاءك لي لا أرده، إنما التهنئة لا أقبل، لأنه ليس عيدا لنا. هذا الواجب علينا إذا كنا أعزة، وإلا فهم كما قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ما عندهم بأس يهنونك بعيدك إذا هنيتهم عيدك. انتهينا من الكلام على هذا.